من اقل من 3 سنين كنت عملت اول ريفيو، وكان الريفيو لعربيتي، وبعدين العربيه الثانيه على طول كانت ايه؟ كانت M850 السوفت توب. النهارده معانا ايه؟ ال 640 الكونفرتبل بلغه بي ام دبليو الاف 12. تعالوا نشوف ايه حكايه العربيه الجميله في لونها الابيض الكبير. يلا بينا. العربية دي موديل 2013 قبل الـ LCI، قبل الفيس ليفت. الفيس ليفت نزل في 2016، ودي فيها الموتور الـ 3000 سي سي. تمنها لو جبتها قبل الجمارك بحوالي 20,000 دولار. مواصفة العربية، انتوا عارفين في الـ F12 اللي هي دي convertible، والـ 13 اللي هي كوبي، وفي الـ F06 اللي هي باربع بيبان اللي هي الجراند كوبي، تمام؟ واللي فيكم عارف اكيد عارف العربيه دي مبنيه على حاجات كتيره جدا في البي ام دبليو 5 سيريز من نفس الجيل اللي اسمها الاف 10. طول العربيه اكتر من 4.8 متر، قاعده العجلات 2.845 متر، التعليق مستقل طبعا على كل الاركان بس مش متغير، مش ادابتيف سسبنشن. وزن العربيه بتتكلم في طن 750 لطن 800، والموتور هنا 3000 سي سي الست اسطوانات في خط مستقيم، بيولد 315 حصان و450 نيوتن متر، وصين عناء الحركه زد اف 8 نقلات بيدفع العجل الخلفي. من قدام بصوا على الشبكه، برضو ال 850 شبكتها ما كانتش كبيره قوي، برضو يعني هنا الخطوط كلاسيك خالص. بصوا على الخط ده جاي لي كله جاي مع ايه بالظبط، بيلضم مع المرايه، اوكي؟ يعني لما تبص على العربيه من قدام هتفهم الخط ده جاي منين بالظبط. وفي خط تاني هنا، وبصوا الاناره، الاناره مسحوبه لورا، اوكي؟ وال اي دي الحلقه دي، لكن ده طبعا من الجيل الاولاني. ومن تحت عندي حته اكسدام رياضي. الهدف في العربيات دي ان المنظر يبقى جراند تورر، عربيه شيك وكونفرتبل وشكلها حلو، يعني فيها نوع من الفخامه مش الرياضيه أزم، يعني على قد ما هي لازم تبقى فخمه. وبصوا فعلا على طول الكبوت طويل ازاي، وبرده مع سحبه الازاز. تعالوا نوري لكم الموتور. الموتور هنا هو في حاله العربيه دي، استنوا بقى، ايوه الموتور في حاله العربيه دي اللي اسمه N55، بيولد 315 حصان، هم 320 بي اس و450 نيوتن متر، بيدفعوا العجل الخلفي على ناقل حركه زد اف 8 نقلات، وبرده الموتور فخم جدا وفي شدادات. ومفروض العربيه بتتسارع من 0 ل 100 في احسن وقت ليها، يعني في عزها، في 5.3 من 10، بس انا بتهيأليش لان دي برضو ايه السوفت توب، فممكن الحته الخلفيه دي تكون مزوده وزن العربيه. لكن كعاده كل مواتير بي ام دبليو تاخد الموتور الفي 8، وكانت فعلا بتنزل كمان بموتور الفي 8، لكن الموتور ده ممكن يبقى كافي جدا على هدف العربيه الحقيقي اللي هو ايه؟ الشياكه. من الجنب ده الجمال نفسه بقى، تعرف قد كده العربيه مسحوبه سحبه طويله جدا. بصوا الباب قد ايه، وبصوا الخط الوحيد اللي في العربيه خط قوي جدا، خط الكتف ده، تمام؟ جاي لي وممتد في كل الحته دي وبيخلص في الحته الكروم اللي هنا اللي شكلها حلو. تعالوا نبص على كاوتش العربيه الامامي ونعرف حالته. كويسه، 245 40 19، والفرامل العاديه مش دريلد ولا حاجه. وبرضه نبص على المرايه، المرايه كلاسيك بي ام دبليو في الفتره دي. والمقابض كمان بتاعه الباب حلوه جدا وفيها كومفورت اكسس طبعا، اوكي. اما الكاوتش الخلفي، الكاوتش الخلفي 275 35 19 بوصه، لكن لو بصيتوا على سحبه العربيه كلها من الزاويه اللي هي الثلاث ارباع ده تعرفوا قد كده هي شكلها جميل ومسحوبه قوي، جميله جدا، اوكي. نيجي نبص بقى على الانوار من الظهر. الانوار ال اي دي برده لو انتوا واخدين بالكم، والاشاره برده ال اي دي، بس صاحب العربيه عامل لهم سموكينج اوت فغامقين. وعندي هنا داكلت سبويلر في الحته دي. شنطه العربيه تضحك، يعني ما تستحقش ان حتى اوريها لكم. طبعا 640، ومن تحت عندي فتحتين شاكمان ستوك بتوع العربيه، مفيش اي حاجه فيها. لكن المنظر كله والجمال بيجي من الجنب، والمنظر الثلاث ارباع هي بتبان يعني فخامه العربيه، وقد كده تعرف انها جراند تورر شيك. تعالوا نتفرج عليها من جوه. فنظريا هي 2+2، يعني هو في هنا كراسي، واخدين بالكم؟ في كراسي تقدروا تقعدوا هنا. وكمان لو انتوا ركزتوا قوي هتلاقوا عندي هنا ايه؟ السماعات، السماعات هنا بانج ان اولفسن، نظام الترفيه، احسن سماعات تقريبا، او يعني احسن انظمه صوت في العالم بتطلع من بي ان او. وبصوا على الجلد كمان، صاحب العربيه مغير الكسوه بتاعتها، ودي اوريجينال وكله،
برضو كراسي جلد وفيها بطانة كروس ستيتشنج وحاجة، يعني شغل جامد جدا. من قدام فهي شبيهة جدا بالـ 850 او بالاصح الـ 850 اللي شبيهة بيها جدا. عندي الشاشة الكبيرة بتاعت اي درايف واللاي اوت بتاع بي ام دبليو اللي كلنا متعودين عليه والكنترولر الصغير من هنا والماتيريالز كلها سوفت، وعندي هنا خشب حلو قوي، عجلة القيادة ام في الحتة دي وفيها بادل شيفترز، وعندي الشاشة اللي قدامي تراديشنال مفيش اي حركات زيادة، لكن الماتيريالز كلها شيك، ما عنديش هيدز اب ديسبلاي، الماتيريالز كلها جلد حلوة قوي طبعا مفيش شك. وهنا برضو عندي ايه مجموعة زراير غالبا دي تقدر تكنترول بيها ببان برضو الريموت كنترولز يعني، ولكن الشكل تقليدي. من هنا عندي مكان كاب هولدرز اوكي عادي خالص، وبرضو خشب. اما دول بقى بصوا دي اللي غريبة جدا اوكي، ولاعة ومكان عشان تحط فيه المفتاح، عاملين لها مكان لوحده طبعا، زائد دول اللي بيفتحوا على حتتين حلوين جدا شيك جدا. وطبعا ورا انا مش متخيل اي حد هيقعد ازاي في العربيه دي. وطبعا عندي الحاجه اللي بتقدم لك الحزام اوكي كعاده كل الكوبيز الشيك. غير كده هي تراديشنال بي ام دبليو. بصوا برضو على الباب وسماعات البي ان او من هنا، جلد في كل حتة، الأحمر من هنا والخشب والمواد كلها طبعا بريميوم جدا، عربية بريميوم. تعالوا نقفل السقف، ليه زرار لوحده أوكي. شايفين الميكانيزم برضو كالعادة بتفتح الشنطة، تحس بالأوزان كلها وهي بتتنقل في العربية. خايف قوي تيجي على دماغي في الفقرة دي بالذات. مفروض نسمع البونج. تقفل الازاز، ايوه الازاز اللي وراني كمان، وعملت البونج كده خلاص تمام جدا. بصوا على العربيه كلها على بعض كده من كل زاويه تعرفوا قد كده شكلها جميل. يعني طبعا شكلها جميل بالسقف، بس طبعا من غير السقف والسقف نازل شكلها احلى. ايه رايكم؟ كفايه كلام، تعالوا نجرب. تعالوا نجرب ال 640 الاف 12. الجيل ده كان حلو قوي من بي ام دبليو برضو عشان تبقوا عارفين، يعني كان كلاسيك لسه، فيه الخطوط بتاعته كلها على بعض كانت كلاسيك، ما كانش فيه لسه الـ عايزين يعملوا حاجات شكلها غريب، فكان مناظر العربيات حلوه قوي. انا في رايي لغايه دلوقتي احلى بي ام دبليو هي ال 8 سيريز، دي يمكن احلى شكلا، ودي كانت واخده نفس الخط. يمكن اعتراضي على شكلها هي الاناره الاماميه بتاعتها اللي مسحوبه لورا، بس كانوا عايزين يميزوا العربيه. انتوا لما تتفرجوا عليها من بره العربية عاملة زي القارب، يعني يخت كبير كده، في الإحساس ده لأنه بيضة كده وكبيرة كمان، فبتبان قوي نسب العربية وقد كده هي مسحوبة جدا. BMW N55 بزد F 8 نقلات، بيستجيب كويس في الموديل عادية زي دي، بس طبعا كعادة كل العربيات السوفت توب إنساني في العزل خالص. يعني أول لما بتيجي للحتة اللي هي انتوا شايفين طبعا عداد العربية الغالب عليه من فوق هو الميل ومن تحت الكيلومتري، هتشوفوا على طول ايه ان الدنيا تلخبط. العربية ثابتة جدا على الارض، بس عزل الصوت كالعادة في العربيات دي مبقاش احسن حاجة، حتى لو حالة السقف زي ما انت شفت في العربية دي كويس، لان هو طبيعته كده التعشيقة نفسها دايما بيبقى فيها يعني مش محكمة قوي. ايه بقى لو رولز رويس وحاجات زي كده ممكن، لكن هنا لا، هنا برضو بتبقى ايه لسه داخل لك هواء مش قليل. كل ده انا في المود العادية ما حطيتهاش في سبورت مود. والـ N55 حلو جدا، والتعليق بتاعها مش ناشف قوي العربية دي، التعليق بتاعها كله في اتجاه انها تبقى جراند تورر، بس بطابع بي ام دبليو اللي هو فيه برضو الطابع الرياضي في التوجيه. ولو حطيتها في سبورت وطبعا فيها سبورت بلس، مش عارف لو فيها لونش كنترول، هنجرب ونشوف. استجابة بدال البنزين بتبقى احسن شوية، ولكن والعجلة القيادة بتتقل شوية، كله بيبقى لذيذ كده. طبعا كنت احب اجرب اللي بالـ V8، بس انتوا عارفين الـ V8 بتاعت الجيل ده بالذات كانت مليانة مشاكل، مليانة مشاكل لغاية النهاردة. الـ V8 بتاعتهم فيها مشاكل مش قليلة، ودي حاجة معروفة برضو لكل اللي عندهم BMW V8. باين ابعاد العربية جدا برضه بي ام دبليو طلعت ولا نزلت توجيهها حلو في الملفات، حلوه ومريحه مش بتدبدب، معموله حلو، معموله فعلا انها ايه تغطي بيها مسافات كبيره، تسافر بيها مريحه جدا العربيه دي.
وعلى طول الحزام كلبش عليا يا جماعه على طول في اللحظه دي. سويتها حلوه، لو مبنيه على الاف 10 مش هيبقى فيها مشاكل. وعلى قد ما العربية كبيرة مش صغيرة، إلا أن التوجيه بتاعها حلو وحاد، فبتحس أن العربية أصغر من حجمها الحقيقي. والتوجيه كمان فيه إحساس مش وحش أبدا، أنا حاسس بالكاوتش بيعمل إيه على غير العادة يعني. والتعليق مش رهيب خالص باعتبار أن احنا على 19 يعني. ثبات هايل، بس الفرامل برضو شويه. الفرامل دي محتاجه صيانه شويه برضو كالعاده، بس انتوا عارفين حكايتي مع بي ام دبليو. زد اف والان 55 دايما هتبقى خلطه حلوه ما فيهاش اي مشاكل، وملمس عجله القياده حلو قوي، وتوجيهها حلو جدا، وطبعا ثابته جدا باعتبارها لازقه في الارض. هي دي العربيات طبعا انتوا عارفين، وانا بقول هي دي العربيات بقولها بايه، بشويه حصر، لان انتوا عارفين العربيات دي كلها ما بتبيعش كويس خالص مقارنه بكل الاس يو فيز. يعني الاس يو فيز اللي بيعملوها الاكس 5 والاكس 6 واي اس يو في يعملوها بتبيع احسن بكتير، مع ان دي في رايي الشخصي هي العربيه. الاس يو فيز دي غلطه غلطه، بس يلا هقول اللي حصل بقى. وحلو ان عداداتها كلاسيك كمان، انا بحب العدادات الكلاسيك اكتر. سوقتها حلو قوي، وعايزة ممكن تلعب بالظهر على فكرة، رغم الكاوتش ده ممكن تلعب برضه، بس هي معموله سوفت العربيه، ما هياش الحد قوي عشان برضو ما تبقاش فقدت الهويه او الفئه اللي هي بتكلمها انها جراند تور، عربيه مريحه للراحه فعلا. ات از مفيش شك. نشوف ال 5.3 اشك بصراحه، بس هنشوف، لان وزن العربيات دي بيبقى اتقل من اللي هم بيقولوا عليه. انا بتهيالي وزن دي بنتكلم في طن 800 بالسقف، فمش خفيفه يعني على ال 450 نيوتن متر بتوع ال N55. تعالوا نشوف، تعالوا نعمل تجربة التسارع. ما فيهاش لونش كنترول، بس حطيتها في سبورت بلس وناقل الحركة على S، وقافل الثبات الالكتروني اللي هو اصلا بيتقفل مع سبورت بلس، وهنديلها شوية بوست عشان نبيلد بريشر في التربو يعني. اوكي فركت شوية، ستة سبعة وتسعين. نعملها تاني بقى. طيب عايز اجرب تجربة والسقف نازل، يمكن لما الوزن يرجع ورا فيكبس على العجل فما يفركش قوي. اوكي بس هقفل الازاز، بس عايز اوريكم الازاز الخلفي ما وريتلكمش، دي ستارة كده يعني عشان تخلي الهواء ما يخشش جوه قوي. وطبعا اقفل الازاز الامامي كمان، كله كده مقفول، وفي حتة فجوة في الهواء او في الازاز. هنجرب طبعا، اكيد هتطلع ابطأ او يا عالم انا مش عارف. نفس الحكاية بالظبط، نفس السيت اب بالظبط. اديلها بيلد، سبعة مش فرق كبير يعني، حلو الاحساس. شوف في ماكس لغايه نقطه الفرامل، فراملها مش كويسه برضو، كانت محتاجه كروس دريلينج وديسكات اكبر. طيب هعمل تجربه اخيره عشان هي بتفرك قوي، فحاسس انها مضيعه كتير في الفركه دي. طبعا قفلت الازاز برضو عشان نحسن الظروف، وقفلت السقف طبعا، اكيد كان قصدي سقف يا جماعه، كل حاجه مقفوله كده وحفطس خلاص.
هدينا بوست بس مش طويل قوي، اوكي؟ عشان ايه الفرق الزياده ده حاسه بيهدر. هنجرب. فركتش خالص. يمكن احسن. 666. كان قلبي حاسس. اوكي مش فرق كبير قوي، بس الفركه ضيعت يعني شويه من الرن. 3 ستات بالظبط. خدتني الجلاله شويه ونسيت الفرامل. جوده الفرامل يا لهوي. وبيقول لك صاحب العربيه لسه مغير تيل. وزي ما شفتوا احسن تجربه كانت 666، بعيده عن ال 5.3، بس غالبا 5.3 ده للرقم اللي هي الكوبي اللي ما فيهاش السقف الكونفرتبل التقيل. وانا كنت شاكك ان الان 55 بعد 12 سنه او يعني بعد 10 سنين بالاصح يبقى لسه في صحه برضو، وزنها تقيل العربيه وما فيهاش لونش كنترول. فشفت ان انا لما بفركش وما بعملش تيربو بوست في الاول بتجيب نتيجه احسن عشان الهدر اقل. سواقه العربيه جميله جدا، جراند تورر بالمعنى، ولكن كعاده كل العربيات دي زي ما انتم عارفين ما بيبيعوش كويس. فكويس ان لسه بيعملوا الـ M850، هنشوف هيفضلوا مكملينها ولا لا بالتحرك في الكهرباء. يعني تنفع عربيه كبيره وينفع يحطوا بطاريات كتيره فيها تحت، لكن دي عربيه جميله في اللون الابيض، ضخمه جدا وعامله زي القارب الجميل المريح. بي ام دبليو دايما بي ام دبليو في قيادتهم مفيش حاجات كتيره تتقال، بس معموله ايه انها تاخدك عابره للقارات، يعني جراند تور زي ما بيقول. بس كده، لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام.